رحب بحضراتكم بمفرق ديوان وزارة العدل اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر نوفمبر عام 2021 ميلادية، لنشهد مراسم أداء اليمين للسابق معاون الإدارة الإدارية أمام معالي المستشار الكريم عمر مروان وزير العدل. والآن مع كلمة معالي المستشار عزة أبو زيد رئيس هيئة الإدارة الإدارية. في مستهل تهنئتي أولا يعني معالي الأستاذ المستشار الجميل عمر مروان وزير العدل، أبنائي أعضاء النيابة الإدارية الجدد، في مستهل تهنئتي وفي خضم هذا المشهد البديع لزاما علينا وأنتم معي أن نقدم الشكر لأهله، فتحية وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتفضله بإصدار قرار تعيينه، وتحية وشكر وتقدير لمعالي المستشار الفاضل عمر مروان وزير العدل لرعايته ومتابعته صدور قرار تعيينه. تهنئتي لكم أبنائي ولأسركم على انضمامكم أعضاء جدد للنيابة الإدارية. انضمامكم للنيابة الإدارية يضع على عاتقكم المسؤولية في أداء مهامكم ولسيادتكم بكل عزم دون أن تتركوا للظروف فرصة في أن تنال من مفعولكم هذا حتى تسمو هيئتكم بهم. والأمر الهام وأنتم تؤدون هذه الرسالة يجب أن تتحلوا للتقاليد القضائية العريقة. هذه التقاليد هي التي ينطق بها ذلك الوشاح الذي يزين صدوركم الآن. تقاليد طالما اتبعتوها ستكونون مثار فخر للكافة. وصيتي لكم وأنتم تؤدون رسالتكم أن تحافظوا على هيئتكم، فهي مصدر سعادتكم إن شاء الله، وأن تحافظوا على وطنكم. وطنكم هذا هو مصدر قوتكم وعزتكم وفخركم. لن أطيل عليكم، فنحن في مكان تهنئتكم. تهنئتي لكم ودعائي لكم بالتوفيق وشكرا لكم.